السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات فدوى وسام. اليوم راح نحضروا بيري بالدجاج. نحتاج كمية تاع الدجاج حسب عدد أفراد العائلة. راح نضيف لها شوية تاع الموتارد اللي هي خردل، تقريبا ملعقة صغيرة. راح نضيف شوية تاع عصير الليمون، قطرات من عصير الليمون. هنا راح ندخل الدجاج يتحمر وحده، بعد نطيب لا بيوري. راح ندير شويه تاع الزعتر، زعتر او زعتره اللي يكون عندك في البيت. راح نضيف هنا شويه تاع الزيت او زيت زيتون حسب الموجود، واحد زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الزيت. هنا راح نضيف فلفل اسود، كركم، فلفل عكري احمر، ملح وتوابل الدجاج. توابل الدجاج يا كوري الدجاج. هنا راح نخلط الدجاج تاعنا مع هاد الماغينات، هاد التتبيله. نضيف له شويه ليم، هنا راح نجيب حبه بصل صغيره قطعتها وحبه طماطم كذلك صغيره قطعتها كمكعبات، راح نطحنهم بالميكسور. هنا بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميكسور ممكن ترابي كلش في الغابيز، يعني يكونوا مبشورين. راح نضيف في الثوم، يعني ديري طماطم مبشوره، بصل مبشور، وثوم مبشور، وضيفيهم للدجاج. انا هنا فضلت ان نميكسيهم باش نتحصل على صلصه يعني ما تكونش فيها قطع تاع البصل وطماطم. إذا طحنت البصل مع الثوم والطماطم بالميكسور، وراح نضيفهم للدجاج. نخليه يتبل شوية في هذا التتبيلة. هنا تبغي تحطيه في طبق الفرن وتغطيه بابي الومنيوم، بابي كويسون وبابي الومنيوم، وتدخليه يطيب. تبغي ديريه في اكياس الفرن. راح نضيف ورقه تاع الرند، يعني ورق الغار، انتي وش عندك. بطاطا تفور، كاين اللي يفورها في القدره وكسكاس، وكاين اللي يطيبها في الماء ومن بعد يطحنها. انا في الدار ما يبغوش ياكلوها، لكن طيبها في الماء، درتها في الكسكاس. هنا نحتاج لهاد الاكياس تاع الفرن، اكياس الشواء، راهي تتباع في الاسواق. وقلت لكم الا ما كانتش متوفره ديروا هذا الدجاج مع لاصوص في صحن عادي، صحن الفرن، وغطوه بابي كويسون وبابي الومنيوم، ودخلوه للفرن. اذا هنا راح ندير قطع الدجاج في كيس الفرن. وندير هذه لاصوص. من الفرن نشعل النار غير من تحت، وندخل هذا الدجاج يطيب. هو كيطيب في اكياس الشواء هذو يحافظ على القيمه الغذائيه وعلى البنه تاعو. ها راح نضيف غير شويه تاع الماء باش يعني ما نقيسش هذيك لاصوص اللي راهي في الصحن، ماشي كميه كبيره، غير شويه، ونضيفها. تنجمو كي ديروه هكا تخلوه يتبل شويه باش تدخلوه للفرن، تخلوه واحد الساعه هكا في الكيس يتشرب التتبيله هذه، ومن بعد دخلوه في الفرن. لكن عندكم الوقت ولا كنتم مقلقين دخلوه مباشره للفرن. هنا راح نغلق الساشي، ولازم تثقبوه من فوق الساشي لانه باش ما يعني باش يصيب من يتنفس كي تدخلوه للفرن. ديروا له غير ثقب صغير هكا من الفوق. وندخلو يطيب الوقت اللي راه البطاطا تاعي ثاني تطيب، راهي تفور. درت لها غير قرصه ملح وفورها. هنا راح يعني نهرس البطاطا بعد ما فورتها، تقطعوها مكعبات صغيره باش تفوركم بالخف.
تبغوا طيبوها في الماء عادي، لكن هكا تجي بنينة اكثر. نلها شويه ملح، شويه فلفل اسود، رشه ملح، رشه فلفل، شويه تاع الزبده، مارغرين. لازم تميكسوها وهي حاميه، غير تقلعوها من الكسكاس. راح نضيف شويه تاع الجبن الطري، ممكن تستغناو على الجبن. غنزيدها غير شويه فرماج باش تجي بنينه، ماشي كميه كبيره، غير شويه. اذا هنا راح نطحنها، يعني نخلطها بالباتيغ. تعطيكم نتيجه ما شاء الله. ما كاش عندك الباتيغ، زيد لها شويه حليب دافي، ماشي بارد، دافي. والحليب تبقاي تخلطي وتشوفي حتى تحصلي على القوام اللي تحوسي عليه. الا ما كاش عندك الباتيغ، ميكسيها عادي بالفرشيطه ولا هنا بالباتيغ، تحصلي على بيوري شابه. بصح لازم تكون حاميه كي تطحتوها. والحليب تبقاي تزيدي بشويه، ما تكثريش الحليب، طحني وزيدي بشويه حتى تحصلي على بيغي، يعني ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه. كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش تنطحن بسهوله، يعني كاع ما تغبنكش بالباتر. نزيد الحليب، دائما الحليب كيما وصيتكم يكون دافي، ما يكونش بارد. نطحنها جيدا، نورمالمون راهي واجده، خاصها غير شويه فقط من الحليب. هاد الوصفه خفيفه، تنجمو ديروها في رمضان، يعني ما تقهمش وسهله في التحضير. ما تنجمو ديروها ثاني في العشاء. فعلى درك راهي مليحه كيما راكم تشوفوا. وذوقوا، شفتوا خاصها ملح، خاصها زبده، خاصها اي حاجه نزيدوا لها. عندك ما بقالنا غير نقدموها. اذا كما راكم تلاحظوا راهي هايله لا بيغي، يعني ما خصها لا حليب لا حتى حاجه. هذا هو القوام تاع لا بيغي. حطوها في صحن. هنا راح نشوفوا الدجاج تاعنا راه تحمر، يعني تشوفيه يبان لك باللي راه محمر. هنا فقط راح نحل عليه الكيس، ندخلوه يزيد يتحمر لي غير شويه من الفوق، واحد دقيقه او اثنين فقط، ماشي مده طويله. نحل ساشي بهذه الطريقه ونخليه نشعل عليه النار من الفوق غير شويه يزيد يتحمر. واذا شفتوا لاصوص تاعكم نشفت، ديروه في بلا واحد اخر، دخلوه يتحمر، ما تدخلوش في الكيس تاعو. انا هنا ما نحتاجش بزاف لاصوص.
محتاج غير كميه قليله كيما راكم تشوفوا. هذه هي الصلصه اللي تحصلوا عليها، تحصلوا على صلصه خاثره وبنينه. راح ندخلو لدقيقة أو دقيقتين يتحمر فقط ونقدموه إن شاء الله. في الأخير نتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم وتجربوها في بيوتكم. ما تنسوش فقط ديروا لي جيم لا فيديو، دعمونا القناة رجاء باشتراك والضغط على الجرس هكا باش يوصلكم دائما الجديد. نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة ودخلوا صفحتي على الفيسبوك وصفات فدوى وسام، وخلوا لي تطبيقاتكم إلى جربتوا الوصفة. نتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وصفة اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.